ولا لكن هو قاعدين. المشكلة يا كابتن ماهر، يعني بتناقش مع حضرتك انه الاهلي فعلا لا يمتلك المهاجم اللي مواصفاته مختلفة عن اللي موجودين. يعني كل اللي موجودين اللي هو تحس ان هو ده اللعيب اللي محتاج مساحات، اللي انت محتاج منه ينزل يشارك في بناء هجمة، فكلهم اشبه بمهاجم وهمي مش المهاجم المحطة اللي هو بتاع الصندوق اللي محتاجه كولر اعتقد، سواء في الصيف او في الشتاء. بالظبط، يعني زي ما ذكرت كده المهاجم الوهمي، لكن احنا محتاجين مهاجم مهاجم بتاع بقى صندوق بقى، مظبوط. بيبقى محطه بقى، ما يطلعش من المكان اللي بيجي منه الاجوال اللي هو بين ايوه السكس يارد وضربه الجزاء، ما يطلعش للاطراف، الاطراف فيها جناح هنا وجناح هنا، اللي جاي من تحت يزود معاه زي ايوه حمدي فتحي كده لما في اخر ماتشاته بيقدر يزيد مع راس الحرب، وبعدين بيجيب بقى العاب الهوا، يعني بيقدر يلعب بدماغه كويس قوي، بيقدر يهدي بدماغه، تصويباته انفراداته، الحس التهديفي عنده موجود، يكون سكورر. ايوه لان انا مظبوط مش هجيب هداف مش سكورر. صح. طيب كابتن ماهر، محمد الشناوي النهارده الهدف الوحيد اللي سجل في مرمى الاهلي جه من غلطه بعد فاول، ربما يكون الشمس كانت سبب في عدم رؤيته الواضحه للكوره، لكن الهدف شفت ازاي الغلطه دي وشفت ازاي ردود الفعل عليها كابتن ماهر؟ يعني طبعا هدف ما يخشش في الشناوي، يعني هدف مش ملعوب ومش مبخوت، يعني الراجل بيصوبها كده وخلاص، وهو كان الراجل اشارته انه هيلعبها اوفر ايوه للمهاجمين، لكنه صوب في المر في الزاويه اللي الشناوي واقف فيها وراح لها، مظبوط. فتقدير طبعا الشناوي طبعا سبحان الله يعني اخفق فيها بشكل كبير جدا، لكن عايز اقول لك بيحصل هاني مع مظبوط اعظم حراس المرمى مظبوط. اللي موجودين في العالم. لكن تكرارها يا كابتن ده اللي اثار الاسئله او علامات الاستفهام. انت بتشوف ازاي معالجه الموقف ده في المرحله الحاليه بالنسبه لواحد من اهم اعمده الفريق محمد الشناوي؟ الشناوي بصراحة الفترات اللي فاتت يمكن 3 سنين اللي فاتوا بيشارك مع النادي الأهلي في بطولات كثيرة جدا، كان هو من ضمن الناس اللي بصراحة ساهمت بشكل كبير. أنا شايف لما تبقى الأخطاء بتتكرر كده هاني، إيه المانع إن أنا أبعد شوية بس؟ يعني أبعد شوية، الحالة الاستشفاء بتاعتي أخد 3 4 أيام بره خالص القصة، وفي نفس الوقت كمان يبقى في منافسة بيني وبين اللي جاي، ايوه يعني احنا محتاجين برضك يبقى في علي لطفي، يبقى في منافسة بيني وبين الشناوي خلال الفترة الجاية. في فترات الشناوي اشتكى بالضمة واشتكى من الخلفية ايوه وقعد يلعب عليها، مظبوط وطبعا الكلام ده بيأثر على مستواه الفني. صح. فالنهارده يعني انا شايف احساسي كده حان الوقت ان ممكن علي لطفي يعني ياخد دوره، وهو ده اللي بيعمله مستر كولر، يعني انك انت في ادوار للعيبه البديل بيقدر يخش ويكمل المشوار، وممكن يكون اضافه، وفي نفس الوقت يبقى في منافسه ومنافسه يعني شريفه ايوه بين حراس المرمى الثلاثه اللي موجودين، يعني وهم ما شاء الله يعني الثلاثه على اعلى مستوى مظبوط. اذا كان الشناوي او علي لطفي او مصطفى شوبير. يعني كابتن ماهر همام نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، نورتنا كالعادة وشرفتنا بآرائك المختلفة.